أهلا ومرحبا بكم طلبة وطالبات برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية تخصص التمويل وتخصص المراجعة. نتناول بالشرح استكمالا لمادة أخلاقيات وآداب مهن الأعمال الفصل السادس السلوكيات السلبية في العمل. أولا، مفهوم السلوكيات السلبية في العمل. هي سلوكيات مقصودة يمارسها العاملون عن طريق انتهاك المعايير التنظيمية، وذلك بالشكل الذي يؤذي إما المنظمة أو أعضائها أو كلاهما. ويمكن تعريف السلوكيات السلبية في العمل على أنها هي تلك السلوكيات التي تؤذي المنظمة إما بشكل مباشر عن طريق التأثير سلبا على وظائفها أو ممتلكاتها، أو عن طريق إيذاء موظفيها بطريقة تخفض من فعاليتهم. شروط ومعايير الحكم على السلوكيات السلبية في العمل: أن يكون هذا السلوك إراديا ومتعمدا من قبل الفرد، وبالتالي السلوكيات العرضية لا تعتبر ضمن السلوكيات السلبية، والتي تعتبر خارجة عن إرادة الفرد كالغياب بسبب المرض. أن يكون الهدف من هذه السلوكيات الإضرار بالمنظمة أو العاملين فيها وليست من قبيل الصدفة. أن يكون مرتكب هذه السلوكيات من ضمن أعضاء المنظمة نفسها وليس من خارج. التصنيفات والتقسيمات المختلفة للسلوكيات السلبية في العمل: بدأت المحاولات المنهجية لأول تصنيف للسلوكيات السلبية في العمل في عقد الثمانينيات، حيث تم التمييز بين نوعين من الأبعاد السلوكية، وهي تدمير الممتلكات وتدني الإنتاجية. التصنيف الأول للسلوكيات السلبية هو تصنيف روبنز سنة 1995، من أولى المحاولات التي سعت للتوصل إلى تصنيف وتقسيم شامل للسلوكيات السلبية في العمل، حيث استطاعوا من خلالها وضع تصنيف متعدد الأبعاد للسلوكيات السلبية في العمل. وتوصلت الدراسة إلى أن هناك بعدين رئيسيين لهذه السلوكيات، وهما بعد السلوكيات التنظيمية الشخصية وبعد السلوكيات الخطيرة الطفيفة. ومن خلال التحليل توصلت الدراسة إلى إمكانية توزيع السلوكيات السلبية المختلفة على هذين البعدين، ونتج عن هذا مصفوفة مكونة من 4 أجزاء، كل جزء منها يعبر عن مجموعة فرعية من هذه السلوكيات. ويمكن توضيح هذه المصفوفة من خلال الشكل التالي: البعد التنظيمي يقابل البعد الشخصي، بعد السلوكيات الخطيرة يقابل بعد السلوكيات الطفيفة. وينتج من هذه المصفوفة 4 أجزاء رئيسية: الجزء الأول يعبر عن انحراف يضر بالممتلكات، الجزء الثاني يعبر عن انحراف يضر بالإنتاج، الجزء الثالث يعبر عن عدوان شخصي، الجزء الرابع يعبر عن ما يسمى بالانحراف السياسي. أما بالنسبة للانحراف الذي يضر بالممتلكات، من أمثلة السلوكيات المعبرة عن الانحراف الذي يضر بممتلكات المؤسسة تخريب المعدات والآلات الخاصة بالمؤسسة، قبول الرشوة، الكذب والتلاعب بعدد ساعات العمل الفعلية جوه مكان العمل. أما بالنسبة للانحراف الذي يضر بالإنتاج فيتضمن السلوكيات التالية: ترك العمل مبكرا،
فترات راحة مبالغ فيها، تعمد العمل ببطء، إهدار الموارد. أما العدوان الشخصي فيشير إلى الإساءة اللفظية، سرقة الزملاء، التسبب في تعرض الزملاء للخطر. أما الانحراف السياسي فيشير إلى المحاباة والمجاملة والمحسوبية، النميمة وقصرة الكلام، توجيه الاتهامات واللوم للزملاء، المنافسة غير المشروعة. وبالتالي نجد أن الانحراف الذي يضر بالممتلكات يعبر عن قيام العاملين بإلحاق أضرار شديدة ومباشرة بالمنظمة، سواء عن طريق تدمير الممتلكات والأصول الملموسة الخاصة بالعمل، أو من خلال قبول الرشوة والإساءة إلى سمعة المنظمة. أما الانحراف الذي يضر بالإنتاج فيعبر عن السلوكيات التي يقوم بها العاملين وتضر المنظمة، وتتعلق بجودة وكمية العمل المطلوب أداؤه داخل المؤسسة. أما الانحراف السياسي فيعبر عن السلوكيات المتعلقة بالتفاعلات الاجتماعية، والتي تلحق ضرر غير مباشر بمصالح الأفراد الاجتماعية داخل المنظمة. أما بخصوص العدوان الشخصي فهو يعبر عن السلوكيات التي تضر الأشخاص داخل المنظمة وبطريقة مباشرة، ويتعلق بالاعتداءات الجسدية على الزملاء أو الإساءات اللفظية لهم. التصنيف الثاني للسلوكيات السلبية في العمل هو تصنيف جريز سنة 1999، قامت بتجميع مجموعة كبيرة من الأنماط السلوكية المختلفة من السلوكيات السلبية في العمل، ومحاولة تصنيفهم في مجموعات مختلفة، وذلك على النحو التالي: السرقة، وتتضمن سرقة الأموال أو سرقة ممتلكات المنظمة أو الزملاء، تدمير الممتلكات المتعلقة بالمؤسسة أو الزملاء، وتعني إتلاف أو تدمير الممتلكات المتعمد، إساءة استخدام المعلومات وتشير إلى كشف سرية المعلومات إلى المنافسين، أو تزوير الملفات والسجلات الخاصة بالمؤسسة، السلوك غير الآمن ويشير إلى عدم اتباع إجراءات السلامة المهنية، مما قد يتسبب بإلحاق الضرر بزملاء العمل، السلوك الانسحابي ويشير إلى الغياب أو التأخر بدون عذر، أو إساءة استخدام الأجازات المرضية، سوء استخدام الوقت والموارد التنظيمية، وتعني إضاعة الوقت المتعمد، التلاعب بأوقات العمل، الحضور والانصراف، أو إجراء الأعمال الشخصية أثناء العمل، الإضرار بالإنتاج، وتشير إلى تقليل وحجب الجهد المتعمد، أو إلحاق الضرر بجودة الإنتاج، تعاطي الكحول والمخدرات داخل مكان العمل، إما أثناء أداء العمل أو أداء العمل تحت تأثيرهم، التصرفات أو الأفعال اللفظية غير اللائقة، وتتضمن سوء معاملة العملاء أو الإساءة إلى زملاء العمل بالقول أو اللفظ، التصرفات أو الأفعال المادية غير اللائقة،
وتشير إلى الاعتداءات البدنية على زملاء العمل. أبرز أشكال السلوكيات السلبية في العمل داخل المنظمات: السرقة والاحتيال، التخريب في مكان العمل، العدوان في مكان العمل، الانحرافات الإلكترونية. أولا، التخريب في مكان العمل. مفهومه هو تعمد إلحاق الضرر بالمنظمة من خلال تدمير وتخريب ممتلكاتها. ولكن هناك مجموعة من العوامل التي قد تدفع الفرد إلى ممارسة مثل هذه السلوكيات السلبية، إلى ممارسة سلوك التخريب في مكان العمل. ويمكن إيجاز بعض من هذه السلوكيات أو هذه العوامل على النحو التالي: الدافع الأول لممارسة الفرد لسلوك التخريب في مكان العمل هو محاولة الأفراد تحقيق السيطرة وإثبات الذات، هو ناتج من شعور الفرد بالعجز داخل مكان العمل. أما الدافع الثاني فيشير إلى تعويضا عن عدم كفاية الموارد اللازمة للقيام بالعمل، قد يلجأ الفرد إلى سلوك التخريب، وهو ناتج من الشعور بالإحباط التنظيمي. أما الدافع الثالث فهو محاولة جعل أداء العمل أسهل، وهو ناتج من الشعور بصعوبة الأعمال والرغبة في تسهيل أدائها. أما الدافع الرابع فهو محاولة الحصول على الترفيه والتسلية وتقضية الأوقات في العمل، وهو ناتج من الشعور بالملل أثناء فترات العمل. أما الدافع الخامس هو محاولة الانتقام من المنظمة، وهو ناتج من الشعور بالظلم وعدم العدالة داخل المنظمة. السرقة والاحتيال. مفهوم السرقة في مكان العمل تحدث عندما يقوم الموظف بالاستخدام الشخصي لممتلكات المنظمة أو الاستيلاء عليها دون إذن مسبق. وبالتالي نجد أن السرقة تتضمن إما أن يقوم الموظف بالاستخدام الشخصي للممتلكات الخاصة بالمؤسسة دون إذن، أو الاستيلاء عليها دون إذن مسبق. أما عملية الاحتيال فيقصد بها هي الأنشطة غير الشريفة أو الخادعة التي يمكن أن تقلل من قيمة المنظمة مع أو بدون منفعة شخصية للمخادع أو المحتال. وهناك مجموعة من العوامل الدافعة التي تدفع الأفراد إلى السرقة، إلى ممارسة سلوك السرقة في مكان العمل، وتتضمن عوامل شخصية، عوامل مهنية، أو قد يكون الرضا الوظيفي، أو الرقابة والضوابط التنظيمية. بالنسبة للعوامل الشخصية تشير إلى أن الموظفون الذين يشعرون بالقلق حول الوضع المالي ويتعرضون للديون والضوائق المالية الشخصية بيكونوا أكثر عرضة لارتكاب سلوك السرقة في مكان العمل. أما بالنسبة للعوامل المهنية فتشير إلى أن السرقة غالبا ما يرتكبها الأشخاص الذين يشغلون وظائف بها سلطات معينة تمكنهم من سرقة مكان العمل. أما بخصوص الرضا الوظيفي فغالبا ما ينتهك سلوك السرقة الأفراد غير الراضين عن أوضاع العمل أو الترقيات أو الإشراف أو عن المنظمة
ككل. أما الرقابة والضوابط التنظيمية فالمنظمات التي ليس لديها سياسات واضحة لمكافحة السرقات أو لفحص ومراقبة الموظفين في المستقبل سوف تواجه بمعدلات أعلى بكثير من سرقات الموظفين. العدوان في مكان العمل هو الاستعمال المتعمد للقوة المادية أو القدرة سواء بالتهديد أو الاستعمال المادي الحقيقي في مكان العمل بحيث يؤدي إلى حدوث أو احتمال حدوث إصابة أو موت أو إصابة نفسية للفرد داخل مكان العمل. ويشمل العدوان على مجموعة واسعة من السلوكيات التي تتداخل مع بعضها البعض والتي منها الضرب العنيف، التخويف، التكتل الجماعي ضد الفرد في العمل، الضغط والإجبار، الصراخ والصياح، الانحرافات الإلكترونية نتيجة للتطورات الحديثة في مجال الأعمال. ظهرت مخاطر جديدة في مكان العمل تتعلق بالنطاق الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات، فلم يعد الأمر يقتصر على الانحرافات الأقل خطورة المتعلقة باستخدام الموظف لإنترنت المنظمة في التحميل غير القانوني والتصفح للإنترنت خلال ساعات العمل، ولكن أصبح الأمر أكثر خطورة ويتعلق به حماية البرامج الإلكترونية للمنظمة وحماية بياناتها ومعلوماتها السرية، اختراق الأفراد لملفات البيانات بالمنظمة، اختراق البريد الإلكتروني والاطلاع على المحادثات الخاصة، تسريب بيانات العملاء أو تسريب أسرار المنظمة للمنافسين. وسائل مواجهة السلوكيات السلبية في العمل إما عن طريق القدوة أو من خلال الميثاق والدستور الأخلاقي أو الإجراءات الوقائية أو التقدير والعرفان. بالنسبة للميثاق والدستور الأخلاقي كأحد الوسائل لمواجهة السلوكيات السلبية في العمل يمكن توضيحها على النحو التالي: إن أعضاء المنظمة في حاجة مستمرة لوجود قواعد مرشدة ومعلنة لتوضيح ما هو السلوك الصحيح وما هو غير الصحيح وما يجب عمله وما يجب تجنبه. لذلك لابد على المنظمات أن تعلن عن المواثيق الأخلاقية في كل مكان بالمنظمة حتى يتمكن جميع العاملين من الوصول إليها وقراءتها بالتفصيل. التقدير والعرفان: إن المدح والثناء للعاملين والاعتراف والعرفان بمجهوداتهم وأعمالهم يرتبط إيجابيا بالرضا عن مكان العمل ويجعل مناخ وبيئة العمل أكثر راحة وقبولا من جانب العاملين، وبالتالي يكون أقل عرضة لممارسة وانتهاج السلوكيات السلبية في العمل. القدوة: العاملون بالمنظمات يميلون إلى محاكاة السلوكيات التي يقوم بها مدراءهم، فنجد أن العاملين قد يظنون أن أخذ المستلزمات المكتبية للاستخدامات الشخصية وإجراء المكالمات الهاتفية الشخصية أثناء العمل من السلوكيات السليمة والمقبولة تنظيميا، خصوصا
إذا كانت من التصرفات الشائعة والدارجة التي يقوم بها مدراءهم في المنظمة. أما بخصوص الإجراءات الوقائية فتتضمن: أولا، توفير نظام رقابي فعال يسمح للعاملين بالإبلاغ عن أي تجاوزات تحدث في مكان العمل، سواء كان تخريب أو إساءة أو سرقة أو غيرها من السلوكيات السلبية. ثانيا، الاستعانة بنشرات إخبارية تجيب عن أسئلة واستفسارات الموظفين وتقلل من مخاوفهم تجاه المنظمة وتوضح صورة المنظمة للمجتمع التنظيمي. ثالثا، أمناء المظالم، حيث يختص أمناء المظالم في إجراء التحقيقات اللازمة لادعاءات العاملين بشأن المعاملة غير العادلة، ويلعبوا دور الوساطة للتوفيق ما بين الموظفين والإدارة. رابعا، سياسة الباب المفتوح، حيث تسمح للعاملين بعرض مشكلتهم مباشرة على الإدارة العليا وتقديم الشكاوى المتعلقة بالعمل والمشرفين إلى الإدارة العليا. خامسا، الإدارة بالمشاركة، إن المشاركة في صنع واتخاذ القرارات في المنظمة يدعم الانتماء والولاء التنظيمي للعاملين ويخلق اتجاهات إيجابية نحو المنظمة ويساهم في مواجهة السلوكيات السلبية في مكان العمل.